دي تقريبا كل المنتجات الشعر الفايرال الفترة اللي فاتت في العالم، مش بس في مصر. اقول لكم رأيي فيها سريعا، ايه الحاجات اللي انا حبيتها، ايه الحاجات اللي تستاهل الضجة، وايه الحاجات اللي ما تستاهلش ان انتوا تضيعوا عليها فلوسكم. في حاجات اوريدي مخلصاها على الاخر فعارفة رأيي فيها الكامل، وفي حاجات لسه بجربها، وفي حاجات مش عارفة استخدمها من كتر ما هي مش حلوة. فهقول لكم رأيي في الحاجة كده سريعا. لو عجبتكم فكرة الفيديو اكتبوا لي تحت في الكومنتس. لو عايزين الفيرجن الجاي بقى او الاديشن الجاي ان هو يبقى كل منتجات الفايرال اللي بقت في مصر او المنتجات المصرية، اكتبوا لي تحت في الكومنت. وكمان المنتجات الكورية، نعمل فيديو عن المنتجات المصرية وفيديو عن المنتجات الكورية، تجميعات كده. فهقول لكم ايه اكتر الحاجات اللي انا حبيتها، ويلا بينا نبتدي على طول. تعملوا لايك الفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة، وهسيب لكم لينك القناة تانية تحت في الديسكربشن بوكس عشان تروحوا تعملوا سبسكرايب هناك. هنزل من اول اسبوع جاي تقريبا، يوم الاحد الجاي ان شاء الله هينزل عليها فيديو جديد، وهيبقى يوم الاحد والاربع. برضو قولوا لي رايكم، لو انتوا حابين ان احنا يعني نثبت اليومين دول اوكي، لو انتوا حابين ان احنا نغير برضو قولوا لي تحت في الكومنتس. والقناة التانية اللي ما يعرفش هتبقى مينلي لاي حاجة فن، اي حاجة ليها علاقة بالمشتريات، فلوجز مثلا، الكوفي توك، اي فيديوهات هتبقى فان شوية هتبقى على القناة التانية، اي فيديوهات هتبقى جد شوية هتبقى على القناة دي، زي مثلا الريفيوهات، زي مثلا الحاجات اللي بنتكلم فيها عن معلومة طبية او معلومة علمية عايزة اكلمكم عليها هتبقى على القناة دي، انما اي حاجة فان هتتحول على القناة التانية. فمتنسوش ان انتوا تروحوا تشتركوا هناك. اول حاجه من الحاجات اللي بقت فايرال جدا الفتره الاخيره هي الحاجات الياباني. كان الاول الحاجات الكوري، دلوقتي الحاجات الياباني. فمن اكتر الحاجات اللي اتشهرت هم الهير ماسك ده بتاع فينو، طبعا الهير ماسك اكتر كمان من الهير سيرم، بس انا حبيت اجربه. والغريب في الموضوع ان انا حبيت الهير سيرم اكتر من الهير ماسك. الهير ماسك كلمتكم عنه كتير قبل كده، وانا مخلصاه وعامله له فيديو كامل برضو. وعلى فكره في بلاي ليست كامله موجوده على القناه اسمها فيديوهات خاصه بالشعر، هتدخلوا على، هتدوسوا على اللي هي الصوره اللي تبقى جنب كلمه سبسكرايب دي، هيدخلكوا على القناه، هتلاقوا فيديوز وهوم او هوم فيديوز، وبعدين بلاي ليست، هتدوسوا على البلاي ليست هيظهر لكم كل الفيديوهات اللي انا مجمعاها. يعني هتلاقوا فيديوهات للايمتز مع بعض، كل فيديوهات الايمتز بحطها في البلاي ليست دي، ده عشان يسهل لكم لو انتوا عايزين توصلوا لفيديو معين. الناس اللي بتقعد تسالني اعملي ريفيو عن ستانفي، اعملي ريفيو عن بيبي ليس او كده، كل الفيديوهات دي موجوده في فيديوهات خاصه للشعر، ادخلوا بس عليها هتلاقوا الفيديوهات دي طلعت لكم كلها ورا بعض. فعشان يسهل لكم يعني انتوا تلاقوا الفيديوهات، بما انكم ممكن تتوهوا الفيديوهات عموما لو بتدوروا في الهوم. يعني ماسك من الحاجات اللي حاليا مش هرجع اشتريها، يعني بما اني عايزه اجرب حاجات تانية وما حسيتش ان هو واو قوي قوي. يعني هو مش وحش برضو، مش عايزه الناس تفهم ان انا بقول ان هو وحش، بس على الضجه الكبيره قوي فانا توقعت نتيجه ساحره، يعني مثلا اعلى من لوريال بروفيشنال. انا بقارنه بلوريال بروفيشنال مثلا، جي كي، الحاجات الجامده قوي اللي هي نزلت تقريبا خدت ضجة برضو، بس ما خدتش الضجة حتى بتاعت الفينو ده. ف ده لا، يعني ده بالنسبة لي لو مثلا هختار واختار الجي كي هختار الجي كي، لو هختار واختار اللوريال بروفيشنال لا اختار اللوريال بروفيشنال طبعا. ف يعني هو حلو مش وحش، ولكن هير ماسك عادي. الهير سيرم هو برضو على فكرة هير سيرم عادي، عشان محدش برضو يبني عليه اكسبكتيشنز عالية، بس هو حلو كمان بالنسبة للكمية، و70 ملي الكمية كبيرة على السعر، فبالنسبة لي كان حلو قوي، ريحته حلوة قوي قوي قوي، بيساعد في تسليح بيساعد في تسليك الشعر، تسريحه يعني، ولذيذ جدا. فالبومب بتاعته كمان حلوة قوي، زي برضو يعني اغلب الهير سيرمز الحلوة اللي انتم ممكن تجربوها، فعشان كده عجبني. بقى لي التاني اكتر حاجة فايرال الفترة اللي فاتت، وهو الهير ماسك بتاع ميل او اللاين عموم بتاع ميل، الهير اويل بتاع ميل. طبعا الهير اويل اقدم اللي هو ده الاديشن القديم اللي هو كان في بوتل كده لونها اغمق. في ناس اشتكت ان هو بيوقع لها شعرها، وعلى فكره الفيديو بتاعي اللي هو منتشر على ان انا بعمل اعلان للبراند ده، يعني الفيديو مسروق من على القناه، والبراند نفسها ما بتعملش اعلانات مع حد اصلا، عشان في ناس بتقعد تقول زيت ده وقع لي شعري والناس بتعمل له اعلانات ومش عارف ايه. الناس ما بتعملوش اعلانات، هي اصلا براند ما بتعملش كولابوريشنز مع حد، ممكن تكون بتعمل بره، بس هنا ما فيش حد بيعمل معاها كولابريشنز اصلا، ان هي مش موجوده بشكل رسمي هنا، هي الناس بتجيبها دايما من بره. فالفيديو بتاعي اللي بيتعمل بيه اعلانات ده مش انا اللي عامله الاعلان، ده حد سارق الفيديو عامل لي اصلا بلوك.
انا حذرتكم كذا مره منه. مسؤوله عن الحاجه اللي بتتباع دي حاجه اصليه ولا مش اصليه ولا ايه، انا ما اعرفش بصراحه. بس عموما الزيت اللي معايا اللي انا جايباه الاصلي بص مخلصاه، ودي تقريبا تالت علبه. انا بحبه جدا، الزيت ده انقذ شعري ايام لما كان بيقع قوي، وكان ما عنديش يعني كنت حاسه ان انا قرعه كده من كتر ما شعري عمال يقع قوي بسبب التريتمنت اللي انا عملتها، فطلع لي بيبي هير كتير جدا، ولغايه دلوقتي الحمد لله لسه بيطلع. بس انا وقفته، بقيت بستخدم الاديشن الجديد، هجيبه دلوقتي. الشكل القديم اهو، ده الشكل الجديد، تخيلين الفرق واضح، هو هو بالظبط. ده المفروض ان هو معمول للشعر الكويلد زياده عن اللزوم، اللي هو الكيرلي قوي قوي، اللي هو ما بيتسرحش من كتر ما هو كيرلي. وده لما لقوا ان الناس بتشتكي، الناس بقى اللي شعرها ليس وشعرها ناعم وقع وكده، فقالوا هيعملوا منه فيرجن جديد اللي هو نفس كل حاجه بالظبط بس اخف على الشعريه، وفعلا تحفه. هو عامل شبه الميه كده، وبيتغسل بسهوله جدا، يعني حتى ساعات بغسله بشامبو ما فيهوش سلفيت وبيروح عادي، ما فيهوش مشكله. بس بيبقى شامبو ما فيهوش اس ال اس، بس فيه حاجه تانية يعني زي سيرفاكتان تاني، زي مثلا بتاع هاسك ده هنتكلم عنه دلوقتي. بالنسبة بقى لي حمام الكريم، فده أسوأ حمام، أسوأ حمامات الكريم اللي أنا جربتها على الإطلاق، يعني مش عارفة هخلصه إمتى وإزاي وفين، بس هو ريحته وحشة، يعملش حاجة خالص، ما عجبنيش ومش هرجع اشتريه تاني. بقى على حاجة تانية من الحاجات اللي كانت فايرال جدا، وهو المنتج ده من واو أو من كلر واو، وأنا عندي ثلاث منتجات من كلر واو. المنتج ده خطير خطير، يعني انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني عن المنتجات بقى اللي هي الحلوة قوي اللي انا كل ما تخلص هرجع اشتريها، اللي هي واو فعلا للشعر. هتبقى بقى يعني ميكس بين يعني اي صناعة، مش لازم تبقى حاجة عالمية او محلية او كده، بس بجد المنتج ده من الحاجات اللي بتفرق فعلا في شعري، يعني ما بيهش الشعر، ما بيتعقدش في بعضه، بيتسرح بسهولة، كل حاجة. في القديم ده اللي هو بتاع الشعر الليس، وفي الجديد بتاع الشعر الكيرلي، او يعني مش القديم والجديد، بس اول واحد انا جبته وتاني واحد انا جبته. دلوقتي بقى موجود في سيفورا اوفيشالي، بس انا كنت بجيبه من واتسونز، للاسف هم اسعارهم غالية شوية، بس بصراحة عارفين الغالي اللي تمنه فيه، هو ده الغالي اللي تمنه فيه. المنتج التالت اللي عندي، وده مش واو بالنسبه لي، هو من كلر واو برضو، اسمه اكس لارج، ومفروض ان هو بيديكي فوليوم للشعر، يعني لو عايزه تعملي قصه عاليه قوي من الشعر يبقى فيه فوليوم كتير، هو فعلا بيعمل كده، وانا جربته معاكم في ريل على انستجرام او شورت هنا على اليوتيوب، يعني بصراحه هو بيدي الفوليوم ده. بس هل هو يعني واو ان انا ارجع اجيبه تاني؟ لا، لانه بينشف الشعر قوي، وحسيت ان هو عارفين لما الشعر يبقى ناشف وشكله مقشقش كده، يعني مش اللي هو مترطب بيلمع وبتاع، فانا ما بحبش الشكل ده، حتى لو هتديني فوليوم مش عايزه ياخد الفوليوم. بعد كده المنتجات بتاعت جيزو، واللي اكتر اتشهر طبعا الهير اويل ده، طبعا انتوا اكيد كلكم شفتوه، او الهير سيرم ده شفتوه في مكان ما، الكبير بتاعه هو اللي اتشهر. انا اي حاجه يعني بحب اجربها، لو في منها الحجم الصغير بجيب الحجم الصغير عشان ما بقاش بتدبس، يعني لان مش كل حاجه هتعجبني هتعجب غيري كده يعني. تخلص الحجم الصغير بالنسبه للهير اويل ده، هو عارفين الدراي اويل بتاع نوكس، هو يعني اتقل منه شويه، هو على زيت اكتر، تاخدي منه نقطتين بالظبط، بيبقى حلو جدا، هو بيسرح الشعر حلو وريحته حلوه وكل حاجه، بس هو اوفر برايس على اللي هو بيقدمه. ففي حاجات يعني مثلا لو هنقارن، انا لسه قايله لكم على فين بتاع فينو اهو، ده اكبر منه وارخص منه، فده العلبه الصغننه دي كانت ب100 وحاجه درهم، 120 تقريبا ولا حاجه، ده كنت جايباه ب70، فارخص منه نص وضعف الكمية، 20 ملي، ده 70 ملي، أكتر من الضعف تقريبا، ضعفين يعني. يعني بحسبها كده، يعني في ناس ممكن تقول لك لا أنا عايزة أدلع نفسي، فدلعي نفسك طبعا، مش بقول لك لا يعني، بس أنا هجيبه تاني لو مثلا لقيته في، عارفين الحاجات اللي هي بتاعت سيفورا فيفوريتس، بيبقى موجود ضمن خمس مثلا منتجات ولا حاجة، أوكي، إنما أروح أشتريه مخصوص، انا مش شايفه ان هو يعني قوي قوي للدرجه دي. طبعا كمان عشان عايزه اجرب حاجات تانية عشان القناه برضو، في كمان الهيت بروتكشن بتاع جيزو ده عجبني جدا، ده من الحاجات اللي انا ممكن ارجع اجيبها تاني، بما ان دايما اختيارات الهيت بروتكشن بتبقى محدوده شويه، يعني مفيش براندات كتير. انا عامله فيديو على فكره عن انواع الهيت بروتكشن اللي انا جربتها كلها، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه، بس الهيت بروتكشن دايما بيبقى ايه، مش سهل ان انت تلاقيه، فده حلو قوي ومش بينشف الشعر، قربت اخلصه كمان على اخره، فممكن جدا ان انا ارجع اشتريه. عن ايه بقى نتكلم؟ عن منتجات ذا اوردينري، انا مش عايزه انزل حاجه تحت علشان ما انساش حاجه.
نتكلم على ذا اورنيري، وذا اورنيري ما فيش منه للشعر غير المنتج ده اللي هو طبعا قلب الدنيا برضو فتره طويله. عجبني ان هو ماي ماي خالص، يعني بتحطيه مره واحده في اليوم بالليل او الصبح عادي، بس عجبني ان هو مش بيزيت الشعر خالص. انا بحطه دلوقتي وكنت حاطاه امبارح على شعري، وشعري هو باين ان هو ما فيهوش، يعني مش ما فيهوش حاجه ملزقه ولا حاجه خالص، فعجبني. يعني ممكن لما اشوف منه نتيجة ارجع اقرره تاني. اوريدي مخلصة منه مثلا الربع، لسه ما شفتش منه بصراحة ان هو عمل الهير دينستي اللي هو بيتكلم عنها يعني، بس ادينا هنشوف. لو لقيت منه نتيجة حلوة طبعا هقرره تاني، بس اوفرول هو يعني بالنسبة حاجة اورديناري المفروض ان هي حاجات رخيصة وافكتيف، فبس هي لما بتيجي عندنا متبقاش رخيصة. على حسب برضو، لو انت عايزه تجربيه احلى حاجه فيه ان هو خفيف على الشعر، فهيديكي نتيجه من غير ما يلزق لك شعرك، لان اغلب الحاجات اللي بتترش على الشعر او بتتحط على الشعر بتلزق، وتبقي محتاجه ان انت فروه راسك كده شكلها مش نظيف وعايزه ان انت تغسلي شعرك. ده لا، ده كانه عامل شبه الميه كده، فدي حاجه حلوه. المنتجات اللي اتشهرت جدا 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 منتجات كي 18 طبعا اللي اتشهر ده اكتر، اللي هو الليف ان انتنسيف ريبير هير ماسك او موليكولار ريبير هير ماسك. انا جبت برضو الحجم الصغير، عجبني جدا. ده من المنتجات برضو اللي ممكن ارجع اجيبها، بس هو تريكي قوي في استخدامه، وعايز تقعدي تقري وتتفرجي على فيديوهات كتير عشان تعرفي تستخدميه وكده. انا عامله فيديو مفصل عليه عشان محدش يجيبه ويستخدمه غلط، في ناس كتير قوي منهم انا كانوا بيستخدموه غلط اصلا. بس ده هير، يعني هير ماسك بتحطيه على الشعر، ما تبقيش حاطه كونديشنر، تبقي غاسله شعرك كويس وبعد كده تعملي كل بقى الروتين بتاعك العادي، مش ان انت خلاص تقفي عنده كده. انا كنت مفكره خلاص يعني هو ده المنتج الوحيد اللي انا هستخدمه. بعد كده بقى الهير اويل بتاعه اللي هو بتاع كي 18، وده برضو الحجم الصغير مش حلو خالص. انا بصراحه في بنوته كانت كتبت لي ان هو عجبها وان هو حلو وان انا ظلمته يعني وبتاع، بس انا مش شايفه ان هو حلو خالص. بص هو ماي ماي كده، يعني هو زيت خفيف قوي شبه الدراي اويل ويمكن اخف، يمكن ده اللي عاجبها فيه، بس هو ريحته وحشه، ما فيهوش، مش بيعمل حاجه قويه بالنسبه لي. لا جيزو احلى، يعني لو هنرتبهم كده انواع السيرم هرتبهم كده، هحط فينو بعدين جيزو بعدين كيئتين. فبالنسبه لي كيئتين لا، مش هرجع اجيبه. يعني ممكن الجيزو لو لقيته في باندل مثلا او حاجه مثلا من براند جيزو نفسها انا عايزه اجربها وكان مثلا هو موجود ضمن الحاجه اجيبه، انما كيئتين لو لقيته وسط حاجات لا ما اجيبوش بصراحه، مش حلو. البراند اسمها فيبلامين، والبراند دي تريكي قوي في الباكجينج بتاعها، لازم تقعدي تقري. يعني بصوا دول المفروض 4 منتجات مختلفه، طلعي لي اختلاف واحد غير ده بس اللي مميز شويه عشان البوتل لونها مختلف، انما البراند كلها يعني نفس الباكجينج نفس كل حاجه، بس بيغيروا الكلمه المكتوبه هنا اللي انتم مش هتشوفوها اصلا. ففي زيت للشعر عادي زيه زي السيرم كده، او زي اللي انا لسه متكلمه عليه بتاع كيتين، في سيرم وفي نقط زيها زي بالظبط بتاع زيت نيل اللي هو زي ده كده. فلو انت ما كانش عاجبك الزيت ده يعني قرفتي منه او مش عايزه تجربيه خالص، عايزه تجربي حاجه غاليه وتكون ما بتعملش بقى اريتيشن او ما بتضايقكيش خالص خالص، جربي بتاع فيبلامين، عندهم نفس المنتج بالظبط وبيدي نفس النتيجه وتحفه جدا، بس هي براند غاليه شويه بتتباع في سيفورا، فممكن يبقى صعب شويه ان انت تجيبيها. يعني ده تقريبا هو بس ايه، ده الحجم الصغير وده الحجم الكبير. ده المفروض ان هو هير اويل، وبعدين عندنا ده برضو بص مكتوب عليه هير اويل برضو، لازم بقى تقعدي تقري الدايركشنز بيستخدم ازاي. دي فيديو مخصوص بس حقيقي هم رخمين قوي. ده السيرم اهو، يمكن ده اللي مختلف الوحيد اللي فيهم، بس بجد يعني لازم تقعدي مش بس تقري. بصوا دول المفروض ان هم حاجتين مختلفتين، بس ايه بقى لازم تقعدي بقى تقري على اللي بيقول لك تستخدميه ازاي، فعشان كده بتبقى رخمه في الموضوع ده، بس هي حاجاتها حلوه بصراحه. براند فيرتشو، والبراند دي برضو موجودة في سيفورا. انا خلصت المنتج على الاخر، هو زي ليف ان كده او مكتوب عليه ان هو 6 ان 1 ستايلر، ده المفروض بتحطيه على شعر هو مبلول، تسرحي شعرك لو انا مثلا عايزة اسرح شعري بكريم مش بسيرم. من الحاجات الحلوة قوي دايما الكريم لما بتيجي تسرحي شعرك وانت عاملاه، يعني عاملاه مثلا بالبيبي ليس او الستريتنر، فبتلاقي انه باظ بسبب الكريم، انما ده مش بيبوظ الشعر. انا بحس ان هو حلو جدا وبيقلل الهيشان، بيقلل البيبي هير اللي بيبقى واقف ده، خصوصا كمان لما بستخدمه بعد الشاور على طول، يعني كليف ان هو خطير بصراحه. فيجا مور ده المفروض ان هو هير ماسك زي ده كده،
بيجي في نفس الجار كده، بس دي طبعا زي ترافل سايز او حجم صغير عشان اجربه. دي جربتها على مرتين بصراحة عجبني يعني، ممكن اصلا بس ممكن جدا لو لقيته اجربه واجيب منه مثلا اللاين ونجربه سوا ونشوف هحب اللاين كله ولا لا. بس هو كحمام كريم، وحمام كريم حلو جدا. بعد كده في طبعا منتج الشهير دلوقتي جدا اللي مكسر الدنيا اللي هو اسمه كارسيل. انا عجبني كحمام كريم، في ناس بتقول نستخدمه ك تريتمنت للشعر اللي انت تحطيه على شعرك وتروحي حاطه بيبي ليس كده، فانا مبرشحش بصراحه الطريقه دي، لان البيبي ليس مع الشعر وهو مبلول كده بتعمل زي تش كده كانك بتحرقي شعرك بالظبط، فمش بتبقى حاجه حلوه خالص. بس هو كحمام كريم هو غني جدا غني جدا وبيرطب الشعر قوي فعجبني. ممكن كمان ارجع اجيب منه اللاين بقى اللي هو السيرم والشامبو والبلسم واقول لكم رايي فيه. موجود على فكره على ترنديول عشان الناس اللي مش عايزه تشتري من نون او امازون، او الناس اللي يعني عايزه سورس تاني او بتدور عليه، موجود بسعر حلو قوي على ترنديول، وعندي كمان كود خصم فهيديكوا خصم زياده. في كمان منتجات او جي اكس، ودي من المنتجات القديمه اللي يعني اتفايرالت مش فايرال بس لا يعني كانت مشهوره قوي قوي في فتره طويله جدا. اللاين اللي بالارجان اويل ده اللي هو اسمه موروكان كيرلينج بيرفكشن، بيبقى بالموروكان ارجان اويل، وحش جدا بينشف الشعر قوي. مش ده، ده اللي هو احسن واحد فيهم ده احسن واحد في العيله، ده المفروض ان هو زي ديفايننج كريم كده، او الناس اللي بتعمل شعرها كيرلي وتقعد تعمل سكرانشز كده في الشعر عشان الكيرلز تبقى ديفايند وحلوه، ده منتج حلو بصراحه لذيذ جدا يعني. انما الشامبو والبلسم الهير ماسك من اسوأ ما يكون. انا اكتر حاجه عجبتني في براند او جي اكس ده اللي هو الشامبو اللي بالبيوتين ده، كان احلى حاجه بصراحه عن عندهم. بعد كده براند هاسك، وعندي منها حاجتين جربت منهم حاجات كتير، تقريبا كل انواع الشامبو بتاعتهم جربتها. جربت الارجان كان حلو، شامبو بلسم، الكوكونات كان حلو شامبو بلسم، بس البلسم كان احلى. وده الشامبو اللي هو بالشيا باتر والهبسكس اويل، ده لسه يعني ما جربتوش قوي، بس هو برضو الشامبو بتاعهم عموما من الحاجات الحلوه اللي بتنظف، اللي ما فيهاش سولفيت بس هو فيها زي سيرفاكتان تاني بينظف الشعر، مش عارفة اسمه صوديوم اولفين سلفونيت، دي المادة اللي شبه السلفيت اللي بتنظف الشعر. هو عموما حلو قوي وريحته حلوة ولذيذ ومتاح في كل حتة، ريحته جميلة قوي 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 قوي. انا بحب الشامبو ده، بيبقى سعره تقريبا في حدود 38 درهم، فيا بلاش. نيجي بقى على اللي هو ده ما تفهموش هو ايه انا مش عارف ده ليف ان سبراي، يعني بيجي في هيئة سبراي كده، مش وبيطلع سبراي مش بيطلع ان هو كريم. ده بالبيوتين، المفروض ان انت بتحطيه بيفورتيفاي الشعر يعني الشعرايه نفسها، ان هو بيقوي الشعر بيغذيه بيعمل بوستنج للشعرايه انها تطول وكده. طبعا ده كله كلام في الحماده خالص، هو بيعمل سيكنس وديتانجل للشعر، لا هو بيعمل ديتانجل للشعر بس، ان هو بيساعدك في تسريح الشعر بس على الشعر وهو مبلول. انما هو ناشف بصراحه انا بشوفش ان هو بيعمل حاجه خالص، هو ريحته حلوه بس. كنت باخده معايا على البحر علشان ارش منه كتير كتير على شعري وانزل الميه فالشعر ما يتاثرش، او لما اطلع مثلا فيساعدني في تسريح الشعر. غير كده هو ملوش لازمه، لما اخلصه مش هرجع اشتريه تاني، اوريدي يعني مش عارفه اخلصه ازاي. عارفين الحاجات اللي هي بتعلق عندكم كده ما تبقوش عارفين تستخدموها في ايه، فده منهم، فبالنسبه لي مش واو يعني. اخر حاجه بقى، ومن الزيوت طبعا الهندي، الزيوت طبعا الهندي مشهوره جدا كل الفترات مش الفترة دي بس، دايما الناس بتتكلم عنها، بس يمكن الهايب دلوقتي قلت شوية، الناس متجهة للكوري دلوقتي. ده الشامبو او ده سوري الشامبو كمان كان مشهور بس انا ما جربتوش. انا جربت الزيت بتاع كيش كينج، والحمد لله انا جبت منه الحجم الصغير، جربته على شعري وجربته على الفروة وجربته بكل الطرق. انا مش عارفة الناس بتشكر فيه ليه لغاية دلوقتي، ما بيعملش اي حاجة خالص، هو مش حلو. وعموما الزيوت الهندي مش دايما بتنفع مع الناس، يعني في ناس متخيله ان احنا عشان نبقى زي الهنود نستخدم الزيوت، نفس الفكره بتاعت الكوري عشان ازاي تحصلي على بشره زجاجيه كوريه، وهم الكوريين اصلا اكتر ناس بتعمل عمليات تجميل، روحي اعملي زيهم عمليات تجميل هتاخدي نفس البشره بتاعتها. فهي الفكره مش بس منتجات، الفكره في حاجات تانية هما بيعملوها مش بس كده. نفس الحكاية بالنسبة للهنود، الهنود أصلا يعني أنا أشك إن هما يعرفوا حاجة عن الزيوت دي، هما دايما بيستخدموا زيت الكوكونات وبيستخدموا زيت تاني كده دابر أملة تقريبا، بس هما دول الزيوت المشهورة عندهم اللي الهنود نفسهم بيستخدموها. إنما إحنا مش يعني الناس اللي هما في شمال أفريقيا دي اسمهم القوقازيين أساسا، ما هماش شبه الشعوب اللي في آسيا،
فاحنا مختلفين شوية عن بعض، فمش يعني وارد كبير قوي انه ما نبقاش شبه. نفس المنتجات ما تديناش نفس النتيجة لان احنا الشعرية بتاعتنا مختلفة. فبس يعني انا ما عجبنيش ومعترض على الترند نفسه، يعني ان هو اي حاجة هندي اللي نروح نستخدمها فهنبقى شعرنا زيهم بالظبط. فلا، ده من الحاجات اللي ما تستاهلش قوي. في حاجات تانية احلى منها وما اتشهرتش كده زيها، بقى اكلمكم برضو اعمل فيديو عن الزيوت عموما، بس يعني اخد وقت لان الزيوت بالذات تحتاج وقت طويل قوي علشان تجربيها. هبقى اعمل فيديو تاني عن الزيوت وبس كده. حلوين دي كل حاجة الفيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.